عليك ويكب الكهرباء دق على المطافي ما يجون. لهم أكثر من نص ساعة، من نص ساعة دق عليهم أو ساعة ما يجون. ليش كذا؟ ليش؟ وش المطافي؟ وش المطافي اللي ما تسمع؟ أدق عليهم ما يجون. الشقة كلها احترقت والمطافي لسه ما جاء. أدق عليهم ساعة ساعتين ما يجون. العالم كلها طلعت برا والمطافي ما يجون. الشقة كلها احترقت. ايش عقبه؟ عقب ما انحرق البيت بعد ساعة يجون، بعد ساعة. ايش عقبه؟ ساعة يا جماعة، ساعة. احترق البيت كله ساعة لين ما يجون، ساعة. يعني الواحد لو مات في بيته ما عاد درى عنه. يعني انا في البيت انا وامي، امي كانت نايمة. يعني لو ما جو ايش كان بيصير؟ يعني امي تموت، انا بعيدة امي، امي تموت. لو ما كانوا جو امي تموت. يعني أكثر من ساعة، أكثر من ساعة ما يجون، أكثر من ساعة. حنا بالرياض وشارع جو حي الورود، لي ساعة ونص أكلمهم، ساعة ونص، ساعة توهم يجون كلهم توهم. ويقول لي هذا مو منا، هذا من غرفة العمليات. أنا إيش دخلني بغرفة العمليات إذا المطافي ما راح تجي؟ يقول حنا 40 ثانية نحرك. طيب 40 ثانية تحرقون يموتون العالم، يموتون. يقول لا لا دخل، هذا دخل غرفة العمليات، هم اللي يضبطون الوقت. بالله هذا كلام؟ يقول لي العمليات، انا وش دخلني في العمليات؟ انا يقول لي غرفة العمليات. عنها حريق يجون بسرعة.